أنا لا أشكك بجهود العراقيين الخيرين في كل وزارة، لكن لما تصير فاجعة ونسمع عبر السوشيال ميديا ماكو خيوط مال عمليات، ماكو قطن، ماكو جفوف، نروح نطلب نجدي من المنظمات الإنسانية للمستشفيات، والله لو كانت هنالك غيرة للمسؤول على هذا لا لزم الباب وطلعت شلاليق. في وقت الأزمة مستشفيات ما بيها قطن، ما بيها جفوف، ما بيها خيوط جراحة، ما بيها معقمات، راجعوا الجروبات شن كتب. ليش؟ ليش من السولفون كل واحد لسانه هالطولة ولما تحل الفاجعة ما نلقى لنا أحد؟ بس التصريحات وبس اللجان التحقيقية. هالمتنفذين بالموصل 4-5 والله العظيم دمروا أهل الموصل وزرعوا بها الطائفية والقومية تحت عنوان نحن لها، وهذا مسوي له لواء وذاك مسوي له اسم تشكيل باسم المكون. والله العظيم لو أكو دولة ذولا ما يباتون للصبح، ما يباتون للصبح على هذه الجرائم اللي صارت. وكل من يحكي لك يقول لك أنا سترت عرضك وأنا حررت الأرض، واني واني وهو بايق الموصل والفوق الموصل والجو الموصل، واقدر من القدارة هؤلاء. اما السكوت عليهم فهو شركاء بالجريمة، من اكبر رئيس بالدولة الى اصغر رئيس بالدولة. يعني شنو احنا نضحك على هذا الشعب؟ يومية محترقة، يومية غرقانة. انتو تدروش ايش دا يصير بالموصل؟ ومن زمان انا صرخت بحلقات كثيرة، حكيت ماكو دولة، اكو دولة. البارحة تعلن الحداد الرسمي على 1001 من مواطنيها دمهم بعد على الرصيف. الصبح يسوي مهرجان احتفال، المن يسوي حداد ولكم دمهم بعده. الساعة 12 حداد والصبح مهرجانات. حس نعم الحياة يجب ان تستمر، بس العين تستحي من العين. دول المتنفذين القذرين، دول اصحاب الاسلحة، فضوا الناس من عتم، مو الله راح يشويكم بالدنيا قبل الآخرة.